صراحة جاهين كان بيقول الشوارع حواديت، شوارع حواديت فعلا، الناس كلها حواديت، كل ركن في الشارع ليه حدودة خاصة، وكل إنسان له قصته وله حدودته. وأنا الصراحة يعني بتلفتني كل الحاجات دي، تلفت انتباهي وبتخطف عيني والتصوير بيوريك كل الحواديت دي، بيخليك تكشفها، بيخليك تعرفها، وبيخلي غيرك كمان يشوفها، زي ما أنا بوريكوا دلوقتي الخيامية وأنتوا مش فيها.